سالي عم تسألني إنه نحن هلا بموسم المانجا، وهي بحب المانجا قوي، وعايز أعرف لو المانجا بتخن. يا سالي، المانجا من الفواكه اللي كتير صحية واللي كتير فيها فوايد، ومعروف كتير وخاصة لما يكون بموسمها، وخاصة بمصر إنه بيكون طعمها رائع. فهل المانجا بتخن ولا لا؟ الفواكه كلها جميعا، ان كان المانجا ولا اي انواع تانية من المانجا، مسموح ناكلها، انما بكميات معتدله، يعني بالاعتدال او يعني بالافرج او نحن بحاجه لاثنين فواكه باليوم. اثنين فواكه باليوم يعني فين يكونوا حبه مانجا صغيره ومثلا موزه صغيره، فين يكونوا حبتين مانجا صغار. إذا أكلتي هالحصتين الفواكه، يعني أنت فيك تاخدي حبتين مانجا صغار. هلا بعرف في أحجام مانجا، في الصغير وفي الكبير. أنا لما أقول حصة فواكه، حصة فواكه تبع المانجا هي حبة صغيرة. ها حصة فواكه وبتحتوي على تقريبا بين 80 ل 100 وحدة حرارية. إذا أخذتي هالحصة الفواكه بحق لك بعد بحصة وحدة. إذا التزمتي بحصتين فواكه باليوم المانجا ما رح تتخن. إذا ما التزمت بالحصتين الفواكه وأكلت أكثر، طبعاً لأنه المانجا فيها سكر رح نوصل لمرحلة إنه المانجا تكون هي سبب بزيادة الوزن. إنما إذا التزمنا بالكميات اللي نحن عم ناخذها مش ممنوع ناكل مانجا، وحتى لو عم نعمل دايت وبدنا نخس وبدنا نخسر وزن فينا ناكل مانجا وفينا نستفيد من وجود المانجا هلا بهيدا الموسم، إنما بدنا ننتبه على الكميات. وإذا بنفس اليوم مثلاً أنا أكلت قطعة حلو، ما في يرجع اكل مانجا بنفس اليوم، يعني نهار اللي باكل قطعه حلو بدي اعمل حساب انه انا اليوم ما رح يطلع لي فواكه، بدي اشيل الفواكه. لما ما يكون عندي حلو في اكل حصتين فواكه باليوم، فين يكونوا اثنين مانجا صغار ما في اي مشكله، او فين يكونوا مانجا ونوع ثاني من الفواكه بالكميات اللي هن حصه، يعني لما اقول حصه برجع بذكركم، حصه تفاح هي تفاحه وسط. حصة خوخ مثلا هي خوخة وسط، الموز الموز الوسط مش الموز الكبير، المانجا المانجا الصغيرة، فراولة مثلا هلا مش موسم فراولة، بس لما نرجع على الفراولة نحن فينا ناخذ 12 حبة فراولة، لأنه عادة الفراولة فيه نسبة سكر أقل من الفواكه الثانية، فكل نوع فواكه بدنا ننتبه على الكمية تبعه، إذا بدنا ناخذ عنب مثلا 12 حبة عنب كبيرة إذا الحبة كبيرة، و15 حبة إذا الحبة صغيرة. إذا بناخذ هيك يعني هي خصلة صغيرة عنب، إذا أكلنا عنب بهالكمية العنب ما رح يتخن، العنب ما رح يضر اللي عندهم سكر، إذا أكلنا قطعة كبيرة من العنب أو أكلنا طبق كبير من العنب، طبعاً العنب رح يتخن وطبعاً رح يكون مضر للأشخاص اللي عندهم سكر عالي بالدم.